يجب أن نلهم العالم بثقافتنا وهويتنا اللي اعتز بها الشيخ زايد. وأيضاً هذه الهوية والثقافة، هذه هوية وثقافة محلية إحنا وايد نفتخر فيها. اللي بيميزكم هويتكم، لغتكم، أنتوا جايين من وين، أسلوبكم، كم هاي الأمور كلها اللي بتميز الهوية الوطنية اللي أنتوا إن شاء الله تكون سلاحكم في الحوار الثقافي بين الدول.